طيب كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف قال ان احنا بعد كل بطوله بنبص للي بعدها، يعني هو في مكاسب خدناها من البطوله دي، وفي طبعا اكيد كان في سلبيات، يعني زي ما في ايجابيات في سلبيات طبيعي. اكيد الجهاز الفني اتكلم وكل اللعيبه عارفه الايجابيات، بس اتكلم في السلبيات وقال بقدر الامكان ان الاخطاء دي مش هنقع فيها تاني. كويس، دايما بعد اي بطوله، بعد اي بطوله والنادي الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله بطولاته كتير، بتحصل كده هزه او عارف الثقه بالنفس لما هي بينها وبين الغرور شعره، او اللعيبه تستسهل الماتش استرخاء شويه. بالظبط، ازاي يتعامل معاها النهارده لعيبه النادي الاهلي؟ بص يا ايمن، هو انا هقفل بقى صفحه كاس العالم دي، انتهت تماما خلاص الحمد لله، فوزنا ببرونزيه، هقفلها بايجابياتها بسلبياتها، دي كانت بطوله لوحدها وليها ظروف خاصه، ف كويس تتقفل تمام بقى خلاص. كويس، اتكلم بقى عن النهارده الحاجه المهمه. المهم ان انت بعد حققت البرونزيه فرحتك ورجوعك، اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي عارفه هي رايحه فين. الفرح خلص والموضوع انتهى والجماهير نسيت. انت دلوقتي جماهير دلوقتي يا ايمن مثلا من يومين بيقول لك ماتش المريخ العشرة، يعني قال لك العشرة وبعدين قال لك مباراه المريخ. ايوه، الناس بتنسى، انت عودتهم على كده، وده احلى تعود في الدنيا. صح، ان انت على طول بطولات وبتنسى، عشان كده هو بقى النادي الاهلي. النادي الاهلي ببطولاته الكتيره دي يا جماعه ما جاتش من فراغ، انا دايما بقول الكلمه دي، النادي الاهلي مش من الانديه اللي بتجيب بطوله وحلو قوي كده وانام عليها خمس ست سنين. ده بص، بمناسبه الصوره دي يا كابتن، عارف الصوره دي؟ بص، الناس كانت فرحانه صح؟ اه طبعا، كانت بتطالب، يمكن اسامه كان موجود في المدرجات، الناس كانت بتطالب لعيبه النادي الاهلي بالسوبر والعشر. والعشر آه يعني خلاص. هي خلاص يا ايمن، انت بص يا ايمن، انت حققت الهدف. أيوه، هم عندهم هدف تاني وتالت. أيوه، انت خلاص النهارده خدت البرونزيه الحمد لله، بيفكرك بالسوبر وبعدين بيفكرك العشره، عشان أيوه العشره بدايتها النهارده. مظبوط، بدايه العشره النهارده، عشان كده لازم التركيز النهارده يبقى في اعلى 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 درجاته. مظبوط، لان مهم قوي دايما، احنا بنقول دي مهم البدايات. صح، مهم بدايتك النهارده، بدايتك النهارده ان شاء الله ربنا يكرمك تعمل مباراه ان شاء الله كويسه، ثلاث نقاط مهمين في اول المشوار. صح، ودي اهم حاجه، مهم تبدا، وخصوصا يا كابتن بعد فوز سيمبا في بره ارضه. هو بص ايمن، يعني طبيعه النادي الاهلي من زمان ما بيفكرش في الناس اللي معاه في المجموعه. هو النادي الاهلي بيفكر كل ماتش على حده، النهارده انا عايز ثلاث نقاط ان شاء الله نفوز بيها باذن الله ربنا. نبدا نبص على الفرق الثانيه، لكن اهم حاجه انت قلتها وانت بتتكلم مع كابتن شريف، انك ال 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 الجهاز الفني والاداري شغلهم الشاغل يومين اللي فاتوا دول هم يخرجوا اللعيبه من فرحه البرونزيه، واعتقد اللعيبه دي على قدر المسؤولين هم خلاص خرجوا الموضوع ده، لان هم عارفين جماهير النادي الاهلي يعني مش ما بترحمش، بس هي دايما طماعه، عايزه بطولات، عايزه مكسب. هو ده زي ما بقول لك، ده النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي كل البطولات اللي عملها دي ايمن مش من فراغ، مش بطوله وراح نايم سنتين ثلاثه واما افتكر، لا 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 لا، النادي الاهلي بطوله بتخلص، بطوله بيخلص بنجيب بطوله ثانيه. فالنهارده زي ما بقول لك يا ايمن ان شاء الله مهم قوي البدايه، ثلاث نقاط النهارده في بدايه مشوارك ان شاء الله يطمنوك كويس قوي. صحيح.